السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني المشاهدين في برنامجكم نزاهة. عندما يبدو الثمر، أول ما يبدو الثمر في المدينة المنورة، وهذه حادثة إلى حد كبير مدهشة، يأتي يجتمع كل أبناء المدينة ويأخذون هذا التمر إلى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الحادثة تتكرر موسمية، يأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمسكه في يده ويبدأ يدعو، والكل موجود، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، وضع كلمة صغارا بين قوسين، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم بارك لنا في ثمرنا، في مدنا، في صاعنا، في مدينتنا، ويدعو صلوات ربي وسلامه عليه للمدينة. ثم يأخذ هذه الثمرة التي هي أول ثمرة في كل عام ويعطيها لأصغر صبي موجود، ثم يمسح على رأسه. هل ترى الذي الآن أنا أراه؟ إنه غرس الانتماء. هنا غرس الانتماء في المدينة المنورة التي الآن نحن نسميها المدينة المنورة، لكن في نظر أولئك الصبية الصغار ما هي؟ إنها وطنهم. هذا ما نسميه بالانتماء. للأسف اليوم العلاقة بيننا وبين أوطاننا هي علاقة محبة. هل يكفي في العلاقة بيني وبين الوطن علاقة المحبة؟ ما الذي يقصده؟ تقريبا 1648 بدأ ما يسمى مشروع الوطني أو أهمية الوطن. يعني ماذا؟ بالتحديد في أوروبا 1648 وصلت العلوم الإنسانية إلى قاعدة أنه لكي ننجح لابد أن تكون العلاقة بيني وبين الوطن علاقة انتماء وليس علاقة محبة. الآن نرجع إلى عالمنا نحن. هل العلاقة اليوم بيني وبين الوطن علاقة انتماء ولا علاقة محبة؟ بمعنى ماذا؟ علاقة المحبة عندما أصطدم مع رغباتي وشهواتي سوف تسقط، علاقة الانتماء سوف تثبت، علاقة المحبة عندما تختلف مصلحة الوطن مع مصلحتي أنا كمسؤول أو كموظف، عندما تختلف تتصادم مصلحة الوطن مع مصلحة ولدي أو قريبي أو قبيلتي أو أي شيء آخر سوف تسقط المحبة ليبقى الأنا. أما مشروع الانتماء هو الذي سوف يبقى وهو الذي سوف يؤطر. مشروع الانتماء الوطني لا نحتاج أن نأخذه لا من الغرب ولا من الشرق، لأننا نتلمحه في مشروع المدينة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي يقوله باختصار: ينبغي أن نعيد النظر في مشروع غرس الانتماء. هل نحن نغرس انتماء للوطن في قلوب أبنائنا وعقولهم؟ هل نغرس محبة عمان والانتماء لعمان في كيانهم، بحيث إذا ما كبروا صارت عمان هي الأول وأي أمر آخر هو الثاني؟ إجابة السؤال عندكم.